وسط صخب الحياة في مدينة بهتيم بمحافظة القليوبية، تجد نوراً وبرهاناً ودليلاً ونبراساً وعلامة فارقة في تاريخ هذا الحي، هو القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. وعلى أرضها أقام المؤسسة التي تحمل اسمه وتسير على نهجه في تعليم أصول تلاوة القرآن الكريم اقتداءً بشيخهم الجليل. علمه البيان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وحمل أحد شوارع المدينة اسمه عرفانا وفخرا. أما قبر البهتيمي فهو مزار لمحبيه ولعشاقه، ويتوافد عليه العشرات لقراءة الفاتحة والدعاء للشيخ الجليل.